بهدف تفعيل حركة الاقتصاد والاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للشركات العالمية الراغبة بالاستثمار والعمل في القطاع النفطي بالعراق وفي حقول البصرة النفطية تحديداً، نظمت وزارة النفط العراقية معرضاً للنفط والطاقة المتجددة. أكثر من 50 شركة من 12 دولة شاركت في هذا المعرض، وهو معرض متخصص بالتأكيد بالنفط والطاقة والطاقة المتجددة. هناك دول عربية شاركت، الإمارات العربية المتحدة، لبنان، الأردن، السعودية أيضا، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا شاركت. إذن هو خليط من شركات مهمة ذات باع طويل في هذا المجال بالتأكيد، وهي اليوم تبحث عن فرص جديدة في سوق البصرة. وزارة النفط العراقية طرحت الفرص الاستثمارية في قطاعي النفط والغاز بهدف توسيع النشاط الاقتصادي والاستثمار. خطط الطموحة لشركة نفط البصرة وبالتعاون مع شركة غاز الجنوب وشركة غاز البصرة ووزارة النفط العراقية وبالتعاون مع شركة شيل، لدينا خطط طموحة بتقليل شعلات الحرق عندما يبدأ مشروع استثمار الغاز في حقل أرطاوي لاستثمار الغاز من حقول غرب القرن الاثنين ومجنون وأرطاوي نفسها، ولدينا مجمعات غاز كبيرة أيضا في نفس الحقل، حقل غرب القرن الاثنين وحقل مجنون، لتقليل الشعلات واستثمار الغاز. بطبيعة الحال هذه الاستثمارات وهذه الخطط وهذه الفعاليات سوف تنعكس على الشركات الأجنبية والمحلية باستقطابها والاستثمار داخل العراق لنقل خططهم وتكنولوجياتهم وخططهم بزيادة الإنتاج. من جانبها عرضت الشركات المشاركة في المعرض أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الصناعة النفطية، مشيرة إلى أنها تتطلع لتحقيق زيادة في سقف الإنتاج النفطي من خلال التعاقدات التي ستجريها مع السلطات العراقية. البصرة تمتاز بأنه حقول النفط كثيرة، وهي أغلبية إنتاج العراق من النفط من محافظة البصرة، فنرى أن فرص الاستثمار في مجال النفط والغاز فرص كبيرة وعظيمة جدا، والكثير من الشركات تستفاد من هكذا معارض وهكذا فرص، توفر بيئة جيدة جدا للاستثمار في مجال النفط والغاز. وتعمل وزارة النفط على تشجيع وجذب الاستثمار الخارجي في القطاع النفطي وسط دعوات لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني لإنعاش الاقتصاد فضلاً عن تقديم التسهيلات المالية. في البصرة 18 حقلاً نفطياً يراها مختصون تمثل فرصاً استثمارية واعدة لمختلف الشركات العالمية المشاركة في المعرض النفطي هذا من خلال تأسيس شركات تجارية مع الجانب العراقي. نجاح العابدي، الحرة، البصرة.